بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في عامنا الجديد هذا. نسأل الله أن يجبر بقلوبنا ويريح أنفسنا ويزيل همنا وكربنا. اللهم اجعل ما هو آت خيرا مما مضى يا رب في هذا العام الجديد. أنصر إخواننا المجاهدين في غزة وكل المستضعفين في العالم الإسلامي يا رب العالمين. اللهم إن هذا العام جد قد أقبل، أسألك من خيره الكثير وأعوذ بك من شره. اللهم اجعله عاما مليئا بالرزق والخيرات والنجاح. اللهم إني أسألك أن تحقق أمانينا وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب. اللهم اجعل هذه السنة الجديدة خالية من الأمراض، خالية من الهموم، خالية من الأوجاع. اللهم واجعل السنة الجديدة خيرا وسلام على كل الأمة الإسلامية. اللهم ارحمنا وارحم من موتانا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. ما حبيت برك نعمل دورا نذكركم اللي هذه هي بلاصه الكوجينه تحت الشباك، ومن هنا ما نعرفش وين باش تركب، وين الغاز، وين الفريجيدير والغساله كلهم باش يكونوا تحت الشباك وما بين البلاصه الحيط هذايا. هذايا كامل باش يكون معناها مقسوم على اثنين، الكوجينه كامله ومعاها فيها السنك، وفيها السنك اللي هو لافابو وسبالة والغسالة بحذها. أظن كيك الغسالة في البلاصة ديك خاطر مبين من البلايس متاحة، وفيها بيت أخرى بيت نوم، هذه جاي بالطول شوية لكن بيت نوم باهية. عندها صالة واسعة بالكدي وعندها بلكون كبير يحل على الباكيارد اللي هي جنينة، هذا باب بيخرج والباكيارد في الشيرة الأخرى لو تشوفوها حسيلو. هذه هي الشباك هذاك في بورت فينيتر، هذه واحدة مقابلة الكوجينة محلولة على بعضها كما تشوفوا. عندها البيت هذية، الصالة هذه تكون محلولة على الليك اللي شفتوه قدش من مرة أنا صورت فيها، والكوجينة باش تكون مقابلة البيت الصالة ومقابلة الليك اللي هو البورت فينيت اللي قلت لكم عليه. وتو بديت الاشغال فباش خليكم معموني حتى تسمعوا فيها مخدر اللوده هي مكتوده. مشي زوزر اللي يمشي لك بالكوجينه هاي كشفتها كبيره، هاي كذيك ركبوها، هذيك الدراير، ومن هنا في نقولوا نحن ستوف ان شاء الله. بشوي بشوي هذه خدمتهم الكل نشوفوا فيهم. هذه ورتيلكم ماما من قاعديسو ممكن بشي يخدم خدمتهم. ربي عنجتهم من فوق، هذيك الغسلينة هذيك مقلوبة ذي خطر الساقين متاحة هذيك توري لكم إن شاء الله. هاك شفتهم برشا خدمة ربي عينهم Yeah, I think there was like stuff that, so for example, the drawers. The knobs for the drawer? These ones for the drawers. Yeah. And then these ones would be the knobs. For the door. Yeah. Yeah, I think we just needed to get, I don't know how many we needed, but I think a sink, maybe a glass, maybe a little, I think a cooling, but I think a little more about it, so it's a little bit more about it, so it's a little bit more about it. Yeah, yeah, yeah. I like it up. That's perfect. Yeah. For all of them, yeah? Yeah, all of them. Yeah. And you have one roller here, same level. Yeah, perfect. Yeah. Yeah, I maybe we can count just to make sure we have enough, but I think we have enough to cover for all of them. I think there's going to be extra. 4, 6, and one, we will have to add other side. We need 7 for. Oh, okay, perfect. Yeah, okay. And then we have 10. Yeah, so we have 5 and 5. Yeah, so Hajit Nabsa Batofa Ma'ashra. Okay, perfect. Yeah, that's good. Yes, that's why I got it. Okay, awesome. And then these ones would be for the doors. For the doors. How many people? We have some options. That's a good one. Okay. Yeah.
Okay. One of them is that we follow the line, the in-frame line. Okay. It's gonna be here. Okay. Or if you want, at the middle of this. The middle. Frame. Yeah. Yeah. I like the middle. Yeah. The middle. Yeah. I think the middle. One. How is that? As long as I'm able to reach like my height, I think it should be. Oh yeah, perfect. Yeah. Yeah, I think that's good. Okay. Yeah, yeah, that's awesome. Okay, perfect. Yeah, and this is where the sink is, right? That's yeah. Okay, perfect. No, that's good. Awesome. Thank you. I put. That's it. That's the door doesn't need to change that one. That it's just the bottom one. Yeah. Okay. That's the drawer box. That's okay. The door. Okay. That's the drawer front. Okay. Awesome. And then he knows. I sent him. Okay. Message perfect. For okay. Let's get that. Got it. All right. حاب نوريكم البروغريس نتاع اليوم وين وصلوا. سي كملوا وروحوا. So هذيك of course هذيك لازمها يتنحى ذاك الكل. هذيك الخزين اللي غاديكا القجرات يعني على خاطر ماما نعمل لها في الفيديوهات ماشي اليوم ماشي بحذايا اليوم هذه باش تكون نقولوا نحن نطيبوا عليه الستوف غاز والمايكروويف الفوقاني هذاك يجي غديكا هذيك زوز خزين من فوق هذه باش يكون السينك هاكا فيه الماء ركبوه هذه المفروض تكون خزينه اخرى كبر هكاكا اما جد كي حلوها باش يركبوها لقاهم فيها تكسير على كوان سو خليها باش يبدلوها ويبدلوها باش يركبوها لي مره اخرى هذه السينك الحوض اللي هنا خاطر تو شنو النكست ان شاء الله باش يكملوا الخزانه ديكا باش يعملوا نقولوا نحنا هذيك مش الخامه اكيد الخامه اغلى خاطر اما تشبه الخامه باش تتحط غاديكا غسالة دراير واشر غاز غاديكا فريجيدير غاديكا فريجيدير غاز غاديكا مايكروويف غاديكا وفريجيدير لهنا ان شاء الله سو هكيك تعطيها نقولوا نحنا كبرتها ورتها اكثر الفيل باش ان شاء الله كي باش تتكري هذيك يعني دار ابارتمون كل شيء سو ان شاء الله ربي سهل وبعد ما وردتكم منى نرجع لكم انا وكيما قالت هي ربي سهل ادعيوا لها ربي سهلها ان شاء الله سهل معاها ان شاء الله وربي يعاونها خاطر بصراحه غاليه كل شيء غالي هو من قبل غالي وخاصه توا يعرفوا اللي يسكنوا في كندا والعالم كله ولا غالي في كل شيء في الفرنتشير ولا في الماكله ولا في كل شيء وربي ان شاء الله يكون في عونها ويعون الناس الكل ان شاء الله اللي يجاهد واللي يخدم على روحه واللي يتعب واللي يوصل ان شاء الله ربي اللي يتعب ربي معاه وكهو ربي يبارك لكم وكما مره اخرى نقول لكم ما نسحقش انا نفسر لكم خاطر منى ديجا فسرت لكم بالكدا نقول لكم عامكم مبروك وان شاء الله يا ربي 2024 يكون خير وبركة ورزق كثير يا رب العالمين لينا وليكم ولولادنا ولكل المسلمين محليكم يا أغلى متابعين ربي إن شاء الله يسونكم ويحميكم ويحرسكم ويوسع رزقكم يا ربي يبعد عليكم كل شيطان رجيم ويبعد عليكم كل أمراض ويعطيكم على قد قلوبكم قداشكم طيبين وقداشكم محليكم خاصة البارح اكتشفت يعني في الفيديوهات قداش حسيتوا وقداش عندكم إحساس وقداش طيبين وقداش واقعيين ناس واقعين وتحس حتى فيكم اللي مش في الغربة حتى فيكم اللي في تونس وقت اللي حكينا احنا في الموضوع انا موني فهموه حتى هما في تونس خاطر علاش كبدة واحدة الأم واحدة الأم الحنونة موجودة في تونس موجودة في الجزائر موجودة في الغربة موجودة في بلادة في كل بلاصة إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلبكم وإن شاء الله نشوفوكم فيديوهات أخرى وأكيد مازال عندها ما تكمل موني في دارها من رينوفيشن يعني من المرمى نتاعها مرمى خلينا بالتونسي مرمى خاطر انا مروح لتونس للمرمى باش نكمل مرمتي ان شاء الله ربي يسهل لي زاده انا ونشوف مرمتي كامله اليوم حكيت مع نور الدين وقال لي يا بنتي نحي من مخك ما عادش تتخمم في المرمى كل شيء اعتبره كانه حاضر قال لي ما بقات كان رتوش صغيره قال لي تو تكمل وتجي تلقاه في رمضان
كامله باذن الله الواحد. وكيك نرجع لكم عاد المرمى ونمشيو للمرمى الاخرى اللي هي في الثانيه في قبه ليغا. ها باش ننتظر ان شاء الله لصب الصبع تو نوصلوا نهبطكم الفيديو ونوصلت المرمى بتاعنا في الثانيه. اما في سليمان ما نهبطها وما نصور الا ونبدا انا موجوده غديكا في وسط داري ونفرح بها ونعيش فيها انا وانتوما باذن الله. طبعا معاكم نور الدين هو الرسمي في الرسمي معانا ان شاء الله. حسيلو ما تنساونيش من لايك ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وانتظرونا منى ان شاء الله باش تكمل المرمى نتاعها بطبيعه الحال هذه لانه ارتاحوا قصولها على الخدمه خاطر طلعت قطعه جايبينها مكسره باش يعاود يعملوا اوردر ويجيبوها رجعوها معاهم وباش يجيبوها كان قطعه جديده خزانه جديده حاجه كيف ما نعرفش شنو بالضبط. المهم انا نقول لكم ما تنساونيش من لايك نحبكم برشا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله ربي يسهل.